السلام عليكم، يا مساء الفل، يا مساء المحبة، ويا مساء الود بيننا والنجاح الدائم إن شاء الله. المهم صحيتكم ومبروك عيدكم وكل سنة وأنتم طيبين. يلا نبدأ بالروتين تاعنا إن شاء الله يعجبكم، روتين مشجع ليوم العيد الأول والثاني وإن شاء الله يعجبكم، نكون في الحسن الظن تاعكم. بلا ما نسوا نصلوا على سيدنا محمد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بديت أولا أول حاجة بديت فيها بعد ما ذبحنا التضحية، بديت بالدوارة. أولا نبدأ في الجزائر بالدوارة، يعني فقط ندي افكار لبعضينا، نعرفوا كل يعني شاطرات وفحلات. المهم بديت نقي فيها، نظفيها مليح، من بعد صفيتها كما تشوفوا في الصوره. صفيتها وبديت نقطع فيها هنايا، يعني ما نقطعوهاش بالموس، لازم وبديت نوضع في الكوكوت، نقطع فيها في الكرشة، وفي الدوارة احنا الجزائر نقولوا الكرشة. يعني على حسب ما ناكلو، يعني ما نكتروش بزاف، يعني فقط روتين مشجع، نعرفوا كل شاطرات وفحلات وكل يعرفوا، فقط للمبتدئات يعني اللي مازال ما يعرفوش، وحتى اللي ازواج جداد. يعني على حسب، قطعت على حسب افراد العائلة. مهم إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا العيد، وإن شاء الله كل مريض ربي يشافيه ويعافيه، وإن شاء الله يرحم موتانا يا رب العالمين. قطعت الدوارة تاعي وريت نضع لها الملح كما في الصورة، والماء يعني على حسب ما طيب لنا الدوارة تاعنا. ونوضع الخل حتى لما نظفتيهاش مليح، يعني تبقى شوية نوضع الخل. هنا كي طابت لي، يعني طابت لي مليحة، صفيتها، يعني فقط مجرد افكار يعني لبعضينا، يعني باش نتعلموا من بعضينا. هنا كي صفيتها مليح، يعني نضفت كميه قليله تاع في المقله، احنا ناكلوها هكا يعني شويه مقليه، نحبوهاش في الحمص باش تعطيك كبير من الشكوى، تحسي يعني كنتي يعني دواره مشويه، فقط كميه قليله تاع حنقلها مليح. نضع فيها الملح، يعني ما ننساوش باللي ضعنا الملح في الاول، كميه قليله تاع ملح، فلفل اسود والكمون والفلفل عاكل اللي هو الفلفل الاحمر. ونبدا نقلي فيها، يعني نعرفوا باللي راهي طايبه. هنا الملح، فلفل عكلي اللي هو الفلفل الاحمر، والفلفل الاسود والكمون. الكمون نبدا نقلي فيها حتى تعطينا هذيك التحميره الشابه للدواره تاعنا. وبالصحه والعافيه، وشهيتكم في الجنه ان شاء الله. حبيباتي تكونوا باحسن الاحوال وتكونوا بخير، وما تنساوش حبيباتي اللايك والمشاهدة والاشتراك، وما تنساوش الشير اللي هو اللي يرفع الفيديوهات، انولو للشير اللي هو يرفع الفيديوهات. هاونا تقلت الدوارة تاعها تاعنا، يعني خليناها على جنب،
الكيس بالجوز اللوز. عفوا احنا هنا كيفاش نديرو له؟ هنا نشوطوه يعني من كليس الخبز. لكن انا نحب هذاك الشوط، بديت نشوط فيه وننظف فيه كما تشوفوا في الصورة. يعني فقط افكار لبعضهم، يعني كلمة دول الاخرى يعني ما يعملوش يعني ما يخدموش كما هكا، حتى كل وحدة يعني تشاهدوا لها كيفاش يعملوا البوزلوف. مهم بديت ننظف فيه مليح البوزلوف اللي هو الراس، كالي يقولوا له الراس، احنا نقولوا له البوزلوف. كل واحد كل منطقة وكيفاش. بديت نقي فيه مايا، نقيته مليح، من بعد غسلته مليح بالمسحوق او الامور، خليته يتصفى. من بعد قطعته وونس للريش تاعنا اي طابوني ديك نغسلوها، وهي عاد باش تتنظف لينا مليح. نظفتها مليح، ما تنساوش حبيباتي كل مره نذكركم اللايك والاشتراك والمشاهده، وما تنساوش الشير اللي هو يرفع الفيديوهات. هنايا غسلته مليح كما تشوفوا، ورايحه هنا نقطعو قطعته وحطيته هنايا في القدره تاعنا، وضعت له الماء ورايحه نوضع له فقط الملح. يعني هنايا طيبت الكل النصف، من بعد راح تشوفوا في الاخير كيفاش نديرو. يعني فقط حطيت كميه، يعني شويت كميه قليله على حساب افراد العائله، والباقي خليته على جنب. نولو خليته يطيب، راهو طاب لي. من بعد وليت نولو التتبيله تاعنا كيفاش نتبلوه. عندنا زوج سنينات وضعت لها كميه قليله تاع زيت، نعرفوا باللي البوزلوف فيه هذوك الشحم يعني يطلق لنا الزيت. وضعت فلفل عصري اللي هو فلفل احمر، الملح، الكمون، من داخل كل شيء. فقط وضعت الملح، الفلفل الاسود، الكمون، والثوم، زوج سنينات ثوم وكميه قليله تاع زيت، فقط باش يتخلطونا هذوك التوابل. ونبدا نحط هنايا هاونا البوزلوف راه تصفى لنا، نبدا نحط في البوزلوف عفوا تاعنا في هذيك التتبيله، يجي من اروع ما يكون. هذا في المساء، وهذيك الدوارة في الصباح يعني فطرنا بها. المهم ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ونكون في الحسن الظن تاعكم. ما تنساونيش كل مره نذكركم حبيباتي اللايك والاشتراك والمشاهده، وما تنساوش الشير، الشير هو اللي يرفع الفيديوهات. خلاص راح نتبله مليح في هذيك التتبيله الشابه باش يعطينا هذيك التحميره الشابه كي نوضعوه في الفرن. نوضع له هذيك التتبيله، وان شاء الله ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ونكون في الحسن الظن تاعكم. يعني كل مره نمدوا انفسنا افكار، تبلت مليح اللي قل نسبلو المليح البوزلوف تاعنا. خليته هنا مده
ساعة باش يشرب لنا هذيك التتبيله. غطيته وخليته. هنا عندي ورق الطهي، رايحة نوضع وضعت البلا تاعي، حطيت له ورق الطهي، نوضع البزو بوزلوفة تاعنا بهذيك التتبيله تاعه. يجي البنه والقرفه، من بعد نوضع له ورق الالمنيوم، وراني شعلت الفرن، رايحة نخليه يطيب حتى يبني من هذاك التحميرة الشابة ويبوز اللوف تاعنا. متنساوش حبيباتي الشير الشير الشير، حاولوا وقفوا على الفيديوهات والمشاهدة والاشتراك واللايك. حنحطو في الفرن يطيب لنا ويدي لنا هاديك التحميرة الشابة. كما تشوفوا حاولنا البوزولوف تاعنا يجي بنة ولا أروع، ومتأكدة باللي رايحة يعجبكم. نبدو بالأضحية تاعنا، نبدو الزوج يقطع فيها، يعني فقط مجرد أفكار، وإن شاء الله يعجبكم. ما تنساوش حبيباتي كل ما نوفقكم اللايك والمشاهدة والاشتراك والشير هو اللي يرفع الفيديوهات. ابدأ يقطع في الأضحية تاعنا، يعني على حساب أفراد العائلة. يعني من بعد كي قطعناها وضعتها في لي ساشي، يعني هنايا حبيباتي يعني نعطيكم افكار. اذا نسيتي باش تشري لي زيتيكيت باش توضعيها في لي ساشي، يعني باش تحطي فقط هواش توضعي فقط. فقط ورق اكسبي فيه من بعد رايحة تشوفوا كيفاش الطريقة. المهم قطعنا الأضحية تاعنا، ورايحة هنا نوضعها في لي ساشي. من بعد تشوفوا كيفاش خدمت الورق في لي ساشي، يعني تبوا الطريقة للأخير، متأكدة بلي راح تعجبكم. إذا هنايا نسيتو باش تشريو لي زيتيكيت. المهم وضعت ورق قطعته وكتبت كل حاجة، كتبت فيها اللي نحطو في لي ساشي، يعني تبعوا الطريقة متأكدة بلي رايحة تعجبكم. فيديو هايل ومشجع، متأكدة بلي رايحة يعجبكم. يعني
يعني تبعوه وشاهدوه للأخير، ما تنسوش حبوباتي مشاهدة كاملة. يعني طريقة سهلة مهلة، حتى أنك إذا نسيتي اللي زيتك باش تشريها سهلة مهلة، وبالخف يعني تجيك بطريقة سهلة كي يعني تجبدي الأطراف تاعك تاع اللحم. كما تشوفوا هاي هنا كل حاجة تكتبي فيها اللي تحبي تخبيه، يعني تخزنيه. المهم بعد في الأخير راح تشوفوا كيفاش يعني نظمتهم. وما تنسونيش حبوباتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسؤول.